أثنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نواصل محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من المصابين بالسرطان. النهاردة بإذن الله هنتكلم على محاضرة عن السيركولاتري شوك، وهي من أهم الموضوعات في الفسيولوجي إيفن في المدرسة. وبإذن الله دي هتبقى المحاضرة رقم 7 عن السيركولاتري شوك. كعادتنا عارفين بنحب نبتدي بمالتيبل تشويس كويشنز على الموضوع السابق، وهو كان البيزك ميكانيزم فور سيركولاتري كنترول، فهنبتدي بيهم. وهنا في الامتحان ده تشوز الكوركت انسر، الإجابة الصحيحة. فبيقول لنا إن substances formed by endothelium do not include، يعني مين المادة اللي ما بيطلعهاش الاندوثيليوم؟ برادكينين، إجابة صحيحة. يبقى إيه هي اللي ما بتطلعش الاندوثيليوم وبالتالي هي الإجابة المطلوبة؟ لأن الانجيوتنسين 2، النيتريك أوكسيد، البروستاسايكلين، كل دول بيطلعوا من الاندوثيليوم، طبعا بالاضافه للاندوثيلين. يبقى الاجابه الخطا وهي المطلوبه البرادكينين. برادكينين ما بيطلعش من الاندوثيليوم. السؤال الثاني، اندوثيلين 1 اللي هو طبعا البرايمري تايب والموست بوتنت، على اندوثيلين بي ريسبتورز بروديوسز فازو كونستريكشن. لا، هو طبعا موست بوتنت فازو كونستريكتور، بس على الاندوثيلين بي ريسبتور بيعمل فازو دايليتيشن. خلاص، يبقى دي إجابة خاطئة. has serpentine receptors، دي الإجابة الصح وهي المطلوبة، لأن في السؤال ده هو طلب الإجابة الصح، إن هو has serpentine receptor، الريسبتور بتاعته زي الحيل. it's stimulated by atrial natriuretic peptide، غلط، هو inhibited بالatrial natriuretic peptide، لأن atrial natriuretic peptide بيعملوا vasodilation والإندوثيلين 1 بيعمل vasoconstriction، يبقى لا يستقيم سويا. is inhibited by angiotensin 2، لا، angiotensin 2 بيعمل stimulation للاندوثيلين 1، لان هما الاثنين زي بعض بيعملوا فازو كونستريكشن، فالمصلحه تقتضي وجودهما مع بعض. طيب، يبقى الاجابه هنا الصحيحه بي. السؤال الثالث، regarding vasopressin it's formed in posterior pituitary، لا، هو it's formed by hypothalamus انما stored in posterior pituitary، يبقى دي خطا. the most powerful stimulus is hemorrhage، خطا. the most powerful stimulus is زياده الاوزموتيك بريشر ب 1%، انما عشان يحصل hemorrhage لازم افقد 10% من البلد عشان يطلع ال ADH. it produces vasoconstriction via vasopressin 1 receptor، اجابه صحيحه. سي هي الاجابه الصحيحه. It increases the watery absorption from the proximal half of the nephron. لا، هو it increases the watery absorption from the distal half of nephron، مش من the proximal half. طيب، يبقى الإجابة هنا C هي الصحيحة. Regarding angiotensin 2, most effects are mediated by angiotensin 2 on angiotensin 2 receptors. لا، معظم الأعمال بتبقى angiotensin 2 على receptor number 1. it's decapeptide، غلط، هو octapeptide 8 مش 10 amino acids. it decreases the aldosterone، غلط، هو بيزود الالدوستيرون secretion. دي it stimulates thirst center، صح، هو بيستيميليت thirst center to produce thirst. سؤال خامس، regarding bradykinin it relaxes the smooth muscle of the viscera A and it contracts the smooth muscles of the blood vessel B. الاثنين غلط، لانهم بالعكس، هو بيكونتراكت ال smooth muscle of viscera وبيريلاكس ال smooth muscle of blood vessels. it stimulates the pain receptor، صح، عن طريق ال B1 receptor. kinase 1 is the angiotensin converting enzyme، لا، kinase 2 هو الانجيوتنسين converting enzyme. انا عارف ده امتحان صعب قليلا، لكن على موضوع كان مهم وعليه الانسرز. السؤال الاولاني A for alpha، الثاني B for baby، الثالث C for cat، الرابع D for daddy، الثالث C for cat.
طيب احنا النهارده باذن الله اولاد عندنا هنتكلم على السيركولاتوري شوك، وده واحد من اهم الموضوعات في الطب ويهم الاندر جراديوت والبوست جراديوت جدا، يعني موضوع مهم جدا في الطب. هتسالني ليه مهم في الطب؟ واحد لان هو لايف ثريتنينج كونديشن، يعني بيتهدد الحياه، يعني ممكن اللي عنده سيركولاتوري شوك بتنتهي بالوفاه. اثنين، في حالات التروما لما بيحصل إصابة، 1-2% من اللي عندهم تروما إصابات في حوادث بيبقوا عندهم هيموراجيك شوك. 3، إن تلت حالات اللي بتجيلنا في الانتنسيف كير يونت في الرعاية المركزة بيبقوا أكشولي إن سيركولاتوري شوك. ده المقدمة اللي كان أحب أقولها. هنستأنف ونبتدي السيركولاتوري، وعاوز كل الناس تركز معايا لان ده موضوع مهم جدا. فهنبتدي اول حاجة بالديفينيشن، ما هو تعريف السيركولاتوري شوك، نعرفه ازاي. الديفينيشن بتاع السيركولاتوري شوك هو inadequate tissue perfusion، يعني الانسجة ما بيروح لهاش دم كافي، due to inadequate cardiac output relative or absolute، نسبي او مطلق. انا بحب يعني تتذكروها بطريقه لطيفه يا اولاد. يبقى اذا الديفينيشن بتاع السيركولاتوري شوك، احنا قلنا التذكر بالسمع احسن، inadequate due to inadequate inadequate tissue perfusion due to inadequate cardiac output. اوعى تنساه. يبقى هو ده تعريف السيركولاتوري شوك، inadequate tissue perfusion due to inadequate cardiac output. طيب نيجي النقطه الثانيه وهي الكوزس، التايبس والكوزس اوف سيركولاتوري شوك، انواع واسباب السيركولاتوري شوك. Actually we have four types of circulatory shock. ممكن نستنتجهم بطريقه سهله جدا. احنا بنقول يا اولاد ان في معادلة تاريخية بتقول ان الارتيريال بلاد بريشر دايركتلي بروبورشنال تو ذا اوتبوت تايمز التوتال بريفر ريزيستنس. كنا بنقولها بطريقة سهلة، دي من المعادلات التاريخية في الفسيولوجي، زي معادلة مثلا الستروك فوليوم، اند داستوليك فوليوم ماينس اند سيستوليك فوليوم، معادلة تاريخية. الكاردياك اوتبوت، هارت ريت في ستروك فوليوم، معادلة تاريخية. Arterial blood pressure output في resistance، cardiac output to total perfusion resistance. وعليه المعادلة دي بس لطالب عادي تخليه يستنتج نوعين من أنواع الشوك، إن ممكن الدروب في الارتيريال blood pressure يبقى بسبب نقص cardiac output، وفي الحالة دي يبقى العيب في الهار فنسميها cardiogenic shock، أو يبقى السبب في الفيسل إن resistance قليلة فنسميه vasogenic shock or low resistance shock. لكن يبقى عشان انا بحب ترتيب المعلومات ايكوالي امبورتنت كمها، فاهم نوع من الشوك يا اولاد هو نمره واحد اللي هو الهايبوفوليميك شوك. لان احنا لطالب ذكي احنا ما قلناش الارتيريال بلاد بريشر ايكوالز الاوتبوت في ريزيستنس، قلنا بروبورشنال تو ذا اوتبوت في ريزيستنس. وعليه يا اولاد كنا قلنا يبقى لما اقول equals يبقى لازم في constant، وقلنا في محاضرات الارتيريال بلاد بريشر راجعها ايه الحاجه اللي هي constant over hours and days و100% تؤثر في ضغط الدم الشرياني. قلنا ان هي مواكبه حجم الدم للكاباسيتي اوف سيركوليشن، مواكبه حجم الدم للكاباسيتي اوف سيركوليشن. فمثلا هنا لو حصل حجم الدم قل يبقى 100% الضغط هيقل، يبقى دي عامل بيؤثر في الضغط، لا هو اوتبوت ولا هو ريزيستنس، بل هو الاكثر اهميه اللي هو الكونستنت اللي هو الفوليوم اوف بلاد. عشان كده شوف انا حتى احب ترتيب المعلومات قوي. يبقى اهم نوع للشوك هو الهايبوفوليميك شوك. يعني بيقول لك ايه التايبس اوف شوك، تقول له هايبوفوليميك شوك بطريقتنا، ثم هايبوفوليميك شوك،
ثم هايبوفوليميك شوك، وبعدين تستنتج النوعين الاخرين من المعادله. الارتيريال بلاد بريشر بتساوي اوتبوت ريزيستنس، يبقى ايه اللي هينقص الارتيريال بلاد بريشر غير ان الفوليوم يقل الهايبوفوليميك؟ ان يبقى الاوتبوت قليل، يبقى العيب هنا في الهارت، ده كاردياك اوتبوت، يبقى حاجه بتاعت، يبقى يسموها كارديو جينيك شوك. او العيب في الفيسلز على وجه التحديد في ريزيستن في الارتيول، لو ريزيستنس او يسموها فازو جينيك شوك، ريزيستنس قليله. دي الانواع الثلاثه الاساسيه للشوك. يبقى هايبوفوليميك ثم هايبوفوليميك ثم هايبوفوليميك ثم كارديوجينيك ثم فازوجينيك. يوجد نوع رابع هناخده دلوقتي حالا واخير اسمه اوبستراكتيف شوك، وانا بحب اساعدكم يا اولاد. فكل نوع من الانواع الثلاثه الرئيسيه له ثلاث اسباب، يبقى حلوه، يبقى الانواع الثلاثه الاساسيين كل واحد له ثلاث اسباب. فنبتدي بالهايبوفوليميك ونفكر بهدوء شديد. ربما ان حجم الدم ككل قل، يبقى ده، يبقى نقص الفوليوم بسبب نقص حجم الدم، فيسموها هيموراجيك شوك. وهذا هو اشهر انواع هيموراج ادى الى شوك. طيب، او مش حجم الدم قل، حجم البلازما بس اللي قل، وهذا يحدث في البيرنز. يعني وبديها مثال عشان ما تقوش، يعني انتوا الطلبه بيقولوا بنفتكر الحكايات ولا نفتكر المعلومات. حضرتك لو انا اتحرقت في ايدي هنا، بتلاقي بعد شويه بقى فيه فقاعه بولي، لون السائل اللي فيها ايه؟ اصفر. يبقى المفقود هنا بره السيركوليشن ما هواش بلاد، انما بلازما بس، لانه مش لون احمر. تخيل لو الحرق خد مساحه كبيره في جسمي، يبقى كميه البولي الفقاعات وبالتالي البلازما المفقوده كتيره، فيحصل لي انا شوك. هنا حجم الدم قل مش بسبب حجم نقص حجم البلاد ككل، حجم البلازما بس. طيب احتمال الثالث، يبقى في اول احتمال قل البلاد زي في الهيموراج، الاحتمال الثاني قلت البلازما زي في البيرنز، الاحتمال الثالث بقى ان يقل المايه بس، سيرم من غير بلازما بروتينز. دي في اي حال الديهيدريشن جفاف، واسباب الديهيدريشن تطول يا اولاد. هنذكر يعني من ضمنها سيفير فوميتنج، سيفير دارية، وهو الناس اللي بيجيلها قيء واسهال بتموت من ايه؟ بتموت من هايبوفوليميك شوك، ان حجم الدم تقلص وتوفاهم الله. بس هنا هو فقد ميه بس، سيرم، فحصل له ديهيدريشن. او زي في عمال المناجم لو اتقفل عليهم المنجم وعرقوا كتير جدا، برضه هيحصل لهم ديهيدريشن. خلاص، ودي حاجه خطيره جدا، لان المنجم زي ما انت عارف بيبقى التهويه فيه سيئه والجو حر جدا، فبيعرقوا كميات رهيبه. اذا ما خرجناهمش بسرعه او عوضناهم بميه وملح تحت، هيتوفاهم الله. يبقى اشهر نوع من الشوك هو الهايبوفوليميك شوك، وده بطريقه جميله يعزى لثلاث اسباب: يا نقص البلاد ككل يبقى هيموراجيك، يا اما جزء من البلاد اللي هو البلازما زي في حالات البيرنز الحريق، يا اما نقص الميه بس السيرم زي في حالات الديهيدريشن اللي هي الجفاف. طيب تقل النوع الثاني اللي هو الفازوجينيك شوك او لو ريزيستنس شوك، ده ليه ثلاث اسباب برضه. لما يقل التوتال بيفر ريزيستنس هيقل الارتيريال بلاد بريشر. اول حاجه نيوروجينيك، حاجه نيرفس، بقولها زي اما الواحد يتلقى خبر وفاه عزيز، يعني واحد شخص عزيز لديه تلقى خبر وفاته، فبعض الناس بيحصل لها اغماء شوك، يبقى ده يسمونه نيوروجينيك شوك. طيب تاني حاله انافيلاكتيك شوك. انافيلاكسيس قلت لكم اللي هي فاكرينها سيفير الرجي، حساسيه ضخمه جدا، ففي الانافيلاكتيك شوك من كتر الحساسيه وزياده الكابيلاري بيرميابيلتي واتساع الاوعيه الارتريولز بيحصل حاجه اسمها انافيلاكتيك شوك، خطيره في الالرجي، سيفير الرجي. طيب ثالث حاجه سيبتيك شوك بسبب البكتيريال توكسينز، البكتيريال توكسينز هتعمل فازو دايليتيشن في الارتريولز، لو ريزيستنس انهيار في الضغط، ويبقى
ان السيبتك شوك للناس البوست جراديويت والزملاء الاصغر سنا، لان انا اشتغلت نائب في القصر فتره طويله جدا قبل ما اشتغل اكاديمي، احتمال وفاه العام في السيبتك شوك اللي هو الفازوجينيك شوك بسبب بكتيريا التوكسينز من 30 الى 50%. طيب نيجي النوع الثالث، برضه ثلاث اسباب، كارديوجينيك، العيب في القلب هنا الكاردياك اوتبوت قليل بسبب ان حصل سيفير مارك مايوكارديا انفاركشن، حته كبيره في القلب ماتت فعضله القلب ضعفت فبقت تضخ كميه قليله. او السبب الثاني كونجستيف هارت فيلير، الهارت في حاله فيلير. او السبب الثالث سيفير اريثميا، يعني سواء كانت سيفير تاكيكارديا اسراع مبالغ فيه في الهارت فما بيلحقش يملا، لان فتره ده الطول بتحصل جدا لما يبقى فيه سيفير تاكيكارديا، قلناها قبل كده مع الكاردياك اوتبوت. او بالعكس سيفير برادي كارديا، لو القلب بطا جدا هيملا، بس البطء الشديد لن يعوضه الامتلاء الاكثر فيبقى السيفير اريثميا، ده يسموه كارديوجينيك شوك. وهنا برضو بنبه الزملاء الاصغر سنا والناس البوست جراديويت، ودي نقطه مهمه جدا في الطب، لو دخل لي عيان عنده سيركولاتوري شوك بسبب كارديوجينيك عيب في القلب، دي كارثه، احتمال وفاة العيان بقول ارقام بالظبط من 70 الى 90%. هتقول لي ايه معنى الكلمة دي؟ هفهمك معناها ايه. لما يدخلوا لي قرايب عيان، العيان لسه يعني على قيد الحياة ولقيته في حالة شوك بسبب كارديوجينيك شوك، لو انا مش فاهم الاستاتيستيكس دي هبقى ان بيك ترابل، ان اقول لهم خلاص باذن الله هنعمل اللازم وهيبقى زي الفل. هيبقى زي الفل ازاي؟ ده في دول العالم الاول مش الثالث، لو الشوك بسبب كارديوجينيك شوك، اديني بقولها تاني، دي اخطر انواع الشوك، 70 الى 90% وفاه في الكارديوجينيك شوك. يعني اخطر نوعين في الشوك هما السيبتك شوك في الفازوجينيك والكارديوجينيك شوك ايا كان نوعه. دول الثلاث انواع الاساسيه للشوك. يبقى تاني نقولهم في عجاله، يبقى اهم نوع للشوك هو الهايبوفوليميك، ثم هايبوفوليميك، ثم هايبوفوليميك لثلاث أسباب، يا نقص الدم، نمرة 2 نقص البلازما، نمرة 3 نقص السيروم. طيب الفازوجينيك أو لو ريزيستنت شوك، إيه اللي عمل دايليتيشن في الأرتريولز اللي هم ريزيستنت فيسل؟ يا إما حاجة نيرفس خبر وفاة عزيز، نيوروجينيك، تاني حاجة أنافيلاكتيك سيفير ألرجي، أو ثالث حاجة سيبتك شوك بكتيريال توكسينز، وقلنا الوفاة 30 ل 50%. ثم النوع الثالث اللي هو الكارديوجينيك شوك، ده ايا كان سببه، مايوكارديا انفاكشن او كونجست هارت فيلر نمره 2 او سيفير اريثميا نمره 3 بسبب سيفير تاكي كارديا او برادي كارديا، فاحتمال وفاه هيبقى 70 الى 90%. نيجي بقى للنوع الرابع وهو الاكثر ندره اللي هو الاوبستراكتيف جوندس، بسبب هنا بقى مش ثلاث اسباب، يعني ثلاثه قولين كل واحده فيها ثلاثه، طريقه حلوه في الحفظ اهو، وانا يعني مش هقول لك على رقم ثلاثه. هنا في سببين، يا لانج بروبلم يا اما كارديا بروبلم. اللانج بروبلم ان حاجه بتعوق سير السيركوليشن، في اوستراكشن في السيركوليشن، تنشن نيوموثوركس، يعني دخل هواء في البلورا، والتنشن تايب اللي هم يسموه فالفولار نيوموثوركس، هو بيدخل البلورا مع كل نفس وما يخرجش، يدخل وما يخرجش، فالضغط بيبقى هايلي بوزيتيف في البلورا، فبيبقى قافل اللنج تماما، تخيل لنج مقفوله تماما، وبعد كده حتى هتزق على الميديستاينم وتاثر على الرئه حتى السليم، يبقى في اوبستراكشن الهارت، الرايت سايد بيضخ الدم في اللنج، فتبقى لما اللنج تبقى واحده كولابست تماما والميديستاينم بوشت والايفن الهيلثي كمان مزنوقه، يحصل شوك. او ماسيف بالمونري امبوليزم، يعني مش امبولاي في فيسل واحد صغير، لا كذا بالمونري فيسلز مقفولين، يبقى انت قفلت سيركوليشن. طيب الكاردياك بروبلم زي الكاردياك تامبونيد، تامبونيد يعني في اللغه، لما ادور في اللغه العربيه تامبونيد معناها دحس او دكاك، او خلينا اقولها بلغه سهله، الهارت مزنوق يا اولاد، زي ما واحد يبقى عنده التهاب في الغشاء التموري اللي حوالين القلب، وبعدين يحصل فيه فايبروزيس، والفايبروزيس تزنق
المداخل السوبيرو والانفيرو فينا كيفا. طب ما يبقى خلاص الكريشن اتقفل، مفيش دم راجع، مفيش دم طالع، ده يسموه كاردياك تامبونيت. خلاص ادي احد ان يبقى احد الاسباب بتاعته. او تايت ستينوزيس اوف فالفز، يعني الفالفز فيها ستينوزيس جامد، خاصه الاورتيك فالف، لان طبعا الليفت سايد اللي هو الاهم بيضخ كل الدم بتاعه من خلال الاورتيك فالف. يبقى دي انواع واسباب الشوك. يبقى قلنا هايبوفوليميك نمره واحد، فازوجينيك نمره اثنين، كارديوجينيك نمره ثلاثة، وكل واحد فيه ليه ثلاث اسباب. خلاص، ثم النوع الاكثر ندره اللي هو الاوبستراكتيف. ويبقى بحب المعلومات جدا يا اولاد، اخطر الانواع هو كارديوجينيك شوك، احتمال وفاه 70-90%. تاني نوع خطر اللي هو في الفازوجينيك السيبتيك شوك، شوف قلتها كذا مره 30-50%، قلت ايه قيمتها؟ ان يبقى اهل العام متوقعين فما يحسوش ان بسبب خطا فينا العام ضاع مننا. اما الانواع اللي هي علاجها بيبقى كويس، الهايبوفوليميك شوك والانافيلاكتيك بتبقى يمكن علاجها بطريقه سهله، والنيوروجينيك اللي هما بمعنى اخر الحاجات الباقيه، هايبوفوليميك نيوروجينيك اند انافيلاكتيك. دول علاجهم سهل. نيجي بقى احنا اخترنا انهي نوع من الشوك، اللي هو الاشهر الهايبوفوليميك، على وجه التحديد مين؟ الهيموراجيك، هو ده اللي هندرسه. فنبتدي بدراسه الهايبوفوليميك شوك. المانيفستيشنز كالاتي، فالفيتال ساينز، ساعات حتى عندنا تعبير كده غريب يقول لك انه انت روح فيطلي العيان، يعني شوف لي العيان الفيتال ساينز بتاعته. الاول انا عاوز بس اتوقف توقف قصير، وانا باسعد ساعات اني يعني بانظر الى بلاقي بيتابعني بعض الناس اللي درستهم كانوا يعني طلابا والان هم اساتذه افاضل، منهم الدكتور محمد الديب وهو استاذ رمض فاضل، فيعني بيشرفني، وانا عارف كثير مش هذكر كل واحد باسمه لان انا عارف كثير بيشرفوني عشان وقت المحاضره، ودي حاجه بتسعدني وبتمنى ليكم. وقلت هذه المعلومه ليه؟ اتمنى ان كل التلاميذ اليوم باذن الله يصبحوا اساتذه الغد. نعاود المانيفستيشنز الفيتال ساينز. يقول لك يعني ايه الفيتال ساين؟ لما اقول لك روح في العيان شوف لي الفيتال ساين، فيتال ساينز دول او في تعبير قلت في مزاح كده بعربياتنا يقول لك فيتالي العيان، يعني شوف الفيتال ساينز اللي هم الضغط والنبض والنفس والحراره. ادي الاربعه تبقى حافظهم، صم بره الموضوع ده، الضغط والنبض والنفس والحراره. تعال نشوف، تتخيل عن اللي عنده سيركولاتري شوك، قولهم انت. الارتيريا بلاد بريشر هيبقى قليل لو، طب وعليه البالس في محاوله لانقاذ الموقف، الهارت عاوز يضخ دم اكتر معاه، فهيبقى في عندنا رابيد ويك بالس، البالس سريع وضعيف. الريسبريشن هتبقى رابيد وشالو، وعاوز اقولها لك ان دائما خد قاعده جميله، الريسبريشن بيتبع البالس. فكر ليه؟ لان لو الهارت بيشتغل بسرعه يعني بيبعت دم اكتر لللانجز، يبقى لازم تجاريه تواكبوا اللانج في انها تشتغل اسرع، يعني شيء منطقي. فادام البالس رابيد ويك هنلاقي الريسبريشن برضه هي كمان رابيد، وتبقى رابيد اند شالو. طب نيجي التمبرتشر، تخيل انت في دم محدود، هل تودي للجلد؟ يعني في فيتال اورجنز اللي هم الهارت واللانج، هم دول اللي عاوزين الدم، فلما يبقى الدم محدود يبقى كده الجسم بيفكر بذكاء، وراء الخلق قوه عاقله، يبقى يبدي يعلي من شأن القلب والمخ، هو دول يودي لهم دم، والأورجنز الثانية يودي لها أقل، من ضمنها الجلد، فنلاقي الجلد رايح له دم أقل، فيبقى كولد سائع وبيل وكلامي. وكلامي يعني مندي بالعرق، ده معنى كلمة كلامي سكين. يبقى دول أول أربع حاجات يا ولاد تبقى عارفينهم لما يجي يقول لك اشرح لي الهيموراجيك شوك. تتكلم عن vital signs فيه، ظواهر الفيتال شوك ايه؟ ان الضغط منخفض، البلس هيبقى rapid وweak، respiration هتبقى rapid وشالو، التمبرتشر دم اقل راح للجلد، لانه طبعا عاوزين نودي شويه المحدودين لينا للفيتال اورجنز، القلب والبرين،
فيبقى نصيب الجلد اقل فيبقى كولد وبين وكلامي. طب نيجي للووتر ستيت، يبقى خدنا 4 فيتال ساين، ناخد بعد كده 2 ووتر ستيت. عاوزك تفكر معايا، تفتكر واحد حجم الدم تقلص، انتوا اللي هتقولوها، يعمل ايه في الووتر جين ويعمل ايه في الووتر لوس؟ عشان يعوض التقلص في حجم الدم يبقى لازم يزود الووتر جين، يبقى عنده انتنس ثيرست يعني عطش ضخم، بيحاول يشرب كتير قوي، العين اللي عنده هيمرج عاوز يعوض ده بانه يشرب كتير قوي، وفي نفس الوقت يكفي ما فقده في صورة الدم، فما يصحش نفقد ميه تاني في صورة بول، فعشان كده بيبقى عندهم أليج يوريا يعني بول قليل، أليج يوريا يعني بول قليل. وانا بحكي قصة وانتوا بتفتكروا الحكاية، كان ليا زميل فاضل فحصل له هيموريدج انترنال، هيموريدج نزيف داخلي، عشان اوريكم التو ساينز دول مهمين في النزيف الداخلي، حصل له قرحه معديه ونزيف داخلي رهيب حتى كان بيتآدم، ففضلنا ان احنا نبتدي، هو كان طبيب كان حتى مدير لمستشفى جامعي دون ذكر الاسماء، لا نخوض في اسماء المرضى ابدا، ده احد الاثكس في الميديس، فانا بحكيه دون ذكر من هو هذا الشخص، ولانه صديقي جدا فقال لي انا لا اامن غير انك انت تقعد جنبي الليله دي اللي انا بعد ما نزفت، قلت له هنحاول ميديكال تريتمنت، اذا ما نفعش هنفتح جراحيا ونقفل لك الفيسل اللي هو بيبليد، فبنديله ميديكال تريتمنت. طب اعرف ازاي انا في حاله نزيف داخلي؟ فكر معايا بذكاء، اعرف ازاي ان النزيف مستمر ولا توقف؟ قعد صديقي ده طول الليل يقول عطشان وما يروحش التواليت، ما هو بيعاوز يزود الجين الووتر جين ومش عاوز ينزل بول، فانا ابقى متاكد طالما العطش مستمر وطالما مفيش بول بينزل يبقى النزيف is going on. thank god ان على الفجر اثمر العلاج الطبي ولم نحتاج الى علاج جراحي. هتقول لي عرفته ازاي؟ توقف صديقي العزيز عن طلب انه يشرب وابتدى يروح الى التواليت وينزل بول، يبقى معناها ان الجسم اطمأن ان حجم الدم رجع كويس، وبالتالي لا حاجه ماسه به الى انه يشرب كتير او ينزل بول قليل. فالووتر ستيت دي يا اولاد عاوز اعلمكم طب صح، دي مهمه جدا 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 في حالات ايه؟ الانترنال هيموريدج، النزيف الداخلي، حيث لا ترى النزيف، وبالتالي عاوز تعرف هل علاجك الطبي اثمر ولا ما اثمرش فتحتاج لعلاج جراحي. يبقى ما تفوتش العيان اللي عنده نزيف طول ما يقول لك عطشان عطشان عطشان، اديكوا اتعلمتوا حاجه حلوه النهارده، يبقى النزيف is going on، ما بينزلش بول يبقى النزيف is going on، فجاه العام توقف عن طلب الميه وابتدى ينزل بول، يبقى علاجك الطبي اثمر ولا حاجه الى العلاج الاصعب وهو الجراحه، انك تفتح وتوقف. ده سؤال مهم جدا بحب اساله، تفتكر الطبيعي في الشوك في السيركولاتوري شوك ان العيان يبقى الستيت اوف كونشس بتاعه يبقى مدروخ ولا يبقى العيان اليرت؟ جاوب. انا تلقيت هذه الاجابه كثيرا من البوست جراديوت، يقول لي ان في الهيموريدج بيبقى الليفل اوف كونشس قليل، العيان مدروخ. لا، العيان بيبقى فيري اليرت وعنده ريستلسنس يعني مصحصح زياده. وتذكر لما هتقعد في الاي ار في الامرجنسي روم ويدخل لك العيانين اللي عندهم نزيف وحوادث، بتلاقي العيان عاوز يتخانق مع الدكاتره، الحقوني ادوني شوفوني انا، بيبقى فيري اريتابل. عارف ليه؟ لانه الهايبوتنشن نقص الضغط بيطلع الادرينالين بالاديه مضله، والادرينالين ده بيشغل الريتيكو فورميشن في المخ، فبيخلي الشخص ابريهنسيف يعني اكثر وعيا وريستلسنس. وعارف دي من المزايا الرائعه يا اولاد ليه بقى؟ ساعات الطبيب ما يبقاش يعني حاضر كافي وما يعرفش الترتيب في اولويات العيانين. اول عيان لازم تساعده هو عيان الهيموريدج، وهنعرف بعد شويه ليه، لان في مصيبه ممكن تحصل ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم لو ما اديتوش دم بكميه كافيه في وقت مناسب. تصور العيان، ربنا سبحان الله خلى العيان ده هو يتخانق معاك، الحقني شفت يا دكتور بنزف، عشان تبتدي بيه حتى لو انت مش فاهم. يبقى مره اخرى ربنا خلى اعراض المرض تفيد في شفائه،
الله يداوي والطبيب ياخذ الاجر. اوعى تغلط وتقول في العادي ان العيان اول ما ينزف وافتكر روحك حضرتك. ده انت لما بيحصل لك شويه فصاد للدم من انفك كميات ضئيله بس شايف مش قادر توقف النزيف، تبص تلاقي جالك حاله من التوتر ريسلسنس وتبقى ابريهنسيف اكثر وعيا. عارف ليه؟ ايه قيمه العرض ده؟ انه ده بيدفع العيان انه يسيك ميديكال ادفايس وانه يشتد في طلبه للميديكال ادفايس دون ان يعلم لا المريض ولا الطبيب ان في حاجه اسمها ايريفيرسبل شوك. لو ما اديتوش كميه دم كافيه في الوقت المناسب العيان صحي لكن لا يمكن انقاذه. في الروعه في الخلق الالهي، هل الطبيعه تعمل كده؟ اعراض المرض تفيد في شفائه، اعراض المرض تنبه من لم يتنبه. العيان يا اولاد اللي عنده هيموريدج بسبب الكاتيكولامينز، الاكشن بتاعه ارتيكو فورميشن في البرين، مفروض يبقى عنده ريسلسنس اند ابريهنسيف. طب عيان عنده شوك ولقيته ما بيطلبش منك كده قاعد مدروخ في الاي ار في الطوارئ، ده تبقى حاله ده سيفير شوك ويعزى لسبب اتنين تحفظوهم صم. هذا العيان اللي هو عنده هيموريدج ولا يطلب معونه وما هوش وفي حاله سيمي كوماتوزد يعني نصف غيبوبه وقاعد ساكت، ده عنده حاجه من ايه؟ يا لاكت اسيدوزس عامله ديبريشن للسي ان اس ودي حاله خطيره، يا اما سيريبرال اسكيميا نقص. ابتدى بقى الديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، نقص الدم اللي رايح للبرين، فالعيان ما بقاش ابريهنسيف، ما بقاش عنده ريستلسنس. ده واحد من اهم الاسئله اللي بتتسالوهم يا اولاد. ما هو وضع العيان اللي عنده شوك؟ الطبيعي في اول الهيموريدج يبقى العيان كجميعنا ان احنا بيحصل لنا توتر واكثر تنبها. ليه؟ to seek medical advice and to insist on having this medical advice. انما عيان نزف وما عندوش الحكايه دي يبقى معناها يا اما حاجه باتنين، يا ما فيش دم كافي راح للمخ دي حاله خطيره سيريبرال اسكيميا، يبقى هيبتدي الايريفيرسبل شوك، او العيان عنده لاكت اسيدوز. دي الاعراض السبعه الأساسية للشوك، افتكروهم. أربعة vital signs، وبعدين اثنين الwater state، وبعدين بعد كده الأذر اللي هو restlessness وapprehensive. عكسها معناها إن ده severe hemorrhage. أنا مش هعيد تاني عشان عاوز أمشي في كمية أكتر، أنت بعيد الفيديو لو أردت شيء آخر. طيب انتقل بقى إلى نقطة مهمة جدا. هتقولي احنا النهارده بنشخصوا الشوك يا ولاد، في حاجه اسمها شوك اندكس احب اكلمكم عليها خصوصا البوست جراديوت الزملاء الاصغر سنا. ان احنا ما بيشخصوش الشوك بس بقياس الضغط ويلاقوا العيان عنده هايبوتنشن. في طريقه احسن شويه عاوز اعلمها لكم كلام اللي بنقوله في العالم الاول. الشوك اندكس بنقسم الهارت ريت على السيستوليك بلاد بريشر، خلاص الهارت ريت على السيستوليك بلاد بريشر. مفروض الشخص الطبيعي سي مثلا الهارت ريت 60 والسيستوليك 120 يبقى 50%. طبعا الهارت ريت اعلى من كده شويه من 60، من 50 ل 80% ده مقبول، اكثر من ذلك يبقى ده معناها الضغط قل والهارت ريت زاد فالنسبه تزيد عن 80%. ده يسموه يا اولاد شوك اندكس. يبقى بنحسبه ازاي؟ بان احنا بنديفايد الهارت ريت، الهارت ريت اوفر السيستوليك بريشر. طب نورمالي كام؟ من 50 to 80% او 0.5 to 0.8، اكثر من ذلك يبقى معناها في شوك. النقطه الثانيه وكلاسيفاي شوك حسب كميه البلد اللي فقدتها الاربع انواع. لو فقدت اقل من 15% ده كلاس 1، من 15 ل 30% كلاس 2، من 30 ل 40 كلاس 3، اكتر من 40% يبقى ده كلاس 4 وهو اخطرهم. يبقى الهايبوفوليميك شوك الهيموراجيك شوك بنقسمه لاربع انواع ار 4 كلاسز. اقل من 15 كلاس 1، 15 ل 30 كلاس 2، 30 ل 40% فقدت من دمك كلاس 3، اكتر من 40% من الدم فقد يبقى كلاس 4. طيب بننتقل الى الكومبنساتوري رياكشنز تو هيموراجيك شوك.
compensatory reactions to hemorrhagic shock. يعني ازاي ده ضرت هذه المحاضره يا اولاد. يعني لو طالب قال لي انا عاوز اقرا سؤال واحد في الشوك هو الاكثر يعني تكرارا اللي هو الكومبنساتوري رياكشنز تو هيموراجيك شوك، ودي بتنقسم الى قسمين يا اولاد. في عندي رابيد كومبنساتوري اكشنز و لونج تيرم كومبنساتوري اكشن. بحب اقولها بطريقه يعني فيها شويه مزاح عشان تفتكرها. فبقول ان طموحات اليوم الاول تختلف عن طموحات اليوم الثاني والثالث وهكذا. طيب بيقول يعني ايه؟ يعني انا لو نزفت دلوقتي الجسم عاوز ايه دلوقتي رابيد كومبنساتوري رياكشنز، عاوز اعيش. طب عشان اعيش لازم الجسم يحاول انه يمنتين الارتيريال بلاد بريشر فور ادكويت بيرفيوجن لمين؟ للفيتال اورجانز اللي هم الهارت والبرين. يعني إن اول ما الانسان بينزف مسعى الجسم هو حاجه واحده بس، الحفاظ على الضغط. لمين؟ لصالح الفيتال اورجانز اللي هم مين؟ الهارت والبرين، عشان ما نموتش. لان الهارت والبرين لو ما خدوش دم كفايه هيدخلوني زي ما هنشوف بعد شويه في تو ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم، يبقى لسه عايش ولا يمكن انقاذه. فالجسم فاهم دي كويس قوي. فكل الكومبنساتوري رياكشنز وميكانيزمز اللي بتحصل رابيد بتسعى لشيء واحد، الحفاظ على الضغط لصالح الهارت والبرين لابقاء الحياه. يبقى اذا سميناها في كلمه واحده انها بروتكتيف. يبقى الايم بتاع الرابيد كومبنساتوري اكشن اللي هي بروتكشن، الحفاظ على الحياه. اما في اليوم الثاني والثالث وما جرى، خلاص الواحد عاش، يبتدي الطموحات يبقى اكثر، يبقى بيسعى بقى لحاجه تاني خالص، الى استعاده واستعاضه الدم اللي فقده. عشان كده اللونج تيرم كومبنساتوري اكشن بيبقوا ريستوراتيف، عاوز ريستور الدم اللي فقدته. الاول بالبعدي كده عاوز اعيش، مش عاوز اموت، عاوز احافظ على الضغط عشان كميه الدم اللي تروح للهارت والبرين تقعد ثابته عشان ما اموتش. ده الرابيد كومبنساتوري اكشن، دي طموحات اليوم الاول. اليوم الثاني عاوز استعيد واستعيد الدم اللي فقدته، يبقى دي ريستوراتيف كومبنساتوري اكشنز. فهمتوا الفكره؟ انا مش عاوز يا اولاد نحفظ، مش جايين نقرا مع بعض، جايين نفهم مع بعض. فيبقى ما يجي لك سؤال وقلت ده اشهر سؤال رابيد كومبنساتوري اكشنز، تقول الاول الايم ان انا عاوز امنتين الارتيريال بلاد بريشر فور ادكويت بيرفيوجن لصالح الهارت والبرين، وكده تبقى بروتكتيف. طب الميكانيزم، في نيرفس وفي هرمونال، وبقولها بطريقه جميله، قراءه جديده في صفحات قديمه. ولا حاجه هقولها دلوقتي جديده، هراجع اهم موضوعات في السيركوليشن دلوقتي، اعتبرها مراجعه. ففي نيرفس وهيومورال، في ثلاث انواع من الامبلسز بتحافظ على الضغط، وثلاث مواد في سوائل الجسم، هيمورال يعني سائل بتحافظ على الضغط، يبقى حتى حلوه في الحفظ، ثلاثة نيرفس وثلاثة هيمورال. نبتدي بالثلاثة النيرفس. اهم ثلاثة ريسبتورز يا اولاد في الكارديوفاسكولار سيستم، كنا خدنا المحاضره دي. مين اهم ثلاثة؟ تعال قولهم مع بعض. الارتيريال باروسيبتورز، مراجعه اهو، اللي هم كانوا موجودين فين؟ في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس. وبقى راجع المحاضره ليه ربنا حط الارتيريال باروسيبتور، الارتيريال بريشر ريسبتور اللي بيقيسوا الارتيريال بريشر، ليه ربنا حطهم في الارش في الاورطه وفي الكاروتيد ساينس. وكانوا بيتصلوا، قلنا اي حاجه في الفيس تبقى بالعصب الخامس ترايجيمينال، في الرقبه بالتاسع، في الثوركس والابدومن، فاكر القاعده، بالعاشر. لما قلناها قول لي فين الريسبتور وانا اقول لك النيرف. اي حاجه في الفيس بنمره 5 ترايجيمينال، في الرقبه ب9 جلوسوفارينجل، في الثوركس والابدوم بنمره 10. طب انا بقول كاروتيد ساينس يبقى ب9 جلوسوفارينجل، اورتيك ارش يبقى بالفيجاس، والاثنين مع بعض بيسعى ان هم يحافظوا على الضغط، عشان كده سميناهم
بافر نيرز، لان هما بي بافر تشينجز ارتيريال بلاد بريشر. وتعلمنا ان مين الستيمولس بتاعهم؟ الارتيريال بلاد بريشر والبالس بريشر. طب ونوع الامبلس اللي بعتوها انهيبيتوري. حتى قلنا الانهيبيشن كان بيبتدي عند 60 ويصل الماكسيمم في بعض الكتب عند 160 وفي البعض الاخر عند 180 انهيبيتوري امبلس. يبقى دلوقتي لو انا حصل لي هيموريدج، حصل لي مفكر 100% هيحصل دروب في الارتيريال بلاد بريشر ودروب في البالس بريشر، هو الفرق بين السيستوليك والديستوليك، وعليه كميه الانهيبيتوري امبلس اللي رايحه للفازوموتور ايريا هتقل. هو المطلوب. مش مفروض لما الضغط يبقى واطي، الضغط واطي لسه والضغط واطي، هبعت انهيبيشن كمان. فعشان كده الدروب في الارتيريال بلاد بريشر والبالس بريشر في حاله الهيموراجيك شوك اوتوماتيكالي الارتيريال باروسيبتورز اللي في الاورتيك ارش والكاروتيد ساينس والمتصله ب 9 و10 بافر نيرف بتقلل عدد الانهيبيتوري امبلس اللي رايحه للفازوموتور سنتر عشان تديله فرصه يشتغل ويعلي الضغط. تاني ريسبتور مهم يا اولاد اللي هو اسمه اتريال او فوليوم ريسبتورز، ومن اسمه موجود في بوث اتريا near the opening of big veins. حتى قلت ان الاتريا هي السنتر بتاع كل الفينز، عشان كده بيسموا البريشر في الاتريا الاتريال بريشر سنترال فينس بريشر. وبالعقل يا اولاد الاتريال او الفوليوم ريسبتورز اللي هي موجوده في بوث اتريا near the opening of big veins هتبقى متصل اني عصب. انا شاور انت تقولوا لي هنا الاتريا يبقى من غير حفظ في الفيجاس، احنا قلنا هنا 5 ترايجيمينال، هنا 9 جلوسوفارينجال، الثوركس الابدومين فيجاس. قل لي موضع الريسبتور وانا اقول لك العصب، زي ما قل لي اصدقائك وانا اقول لك من انت. فيجاس وبرضه بتبعت انهيبيتوري امبلس. طيب بتبقى ستيميليتد بايه؟ قلنا ان البريشر في الاتريا ده يمثل السنتر بتاع كل الفينز، فسموها سنترال فينس بريشر 100% لما وبتبعت انهيبيتوري امبلس 100% لما انا انزف هيقل السنترال فينس بريشر وعليه كميه الانهيبيتوري امبلس اللي رايحه للفازوموتور اريا تقل، وهو المطلوب. فالفازوموتور سنتر يشتغل اريا وتعالي الضغط. ثالث ريسبتور مهم والاخير اللي هو البريفرال كيمو ريسبتورز اللي هي قلنا عباره عن ايه؟ فاكرهم؟ كانوا 2 aortic bodies في الارش في الاورتا و2 carotid bodies عند نقطة البايفوركيشن، التفرع الاثنين، باي يعني اثنين، فوركيشن يعني اتفركش الاثنين، بايفوركيشن في common carotid. طبعا في common carotid يمين و common carotid شمال، يبقى 2 or more aortic bodies و2 carotid bodies دول البريفرال كيمو ريسبتور. وبقى راجع محاضراتنا ليه ربنا لم دول في bodies وليه الارتيريال بار ريسبتور او اي بريشر ريسبتور ربنا بيبعثره بينطوره. قلنا الكلام ده ان البريشر مقرون بالاريا يا اولاد، بريشر كذا على اريا كذا، يبقى كل ما البريشر ريسبتور اتنفر على اريا اكثر كان اكثر مصداقيه في قياسه البريشر. اما بقى ليه الكيمو ريسبتور اتجمعت في بادز دي تاخد وقت، ابقى ارجع محاضرات الريسبريشن. ومره اخرى الاورتيك ارش يبقى بالفيجاس والكاروتيد بوديز هتبقى بالجلوسوفارينجال، والاثنين مع بعض ان هما بيبفر بيمنعوا التغيرات في الارتيريال بلاد بريشر سموهم بفر نيرفز. هنا مين اللي ستيمولس البريفيرال كيمو ريسبتور؟ ذا مين ستيمولس، مش ذا اونلي، ذا مين ستيمولس فور ذا بريفيرال كيمو ريسبتور نقص البريشر اوف اكسجين ان ارتيريال بلاد، نقص ضغط الاكسجين في الارتيريال بلاد اللي هو 100% هيقل لما الواحد ينزف. يبقى كمية الدم اللي رايحة للبوديز قليلة، يبقى الأكسجين قليل، يبقى فيه نقص في البريشر اوف أكسجين. طب يبقى مطلوب منهم يعملوا ايه بقى؟ دول بيبعتوا اكسيتاتوري امبلس للفازوموتور سنتر. وقلنا من في التجميعة الجميلة في المحاضرة بتاعت الفاسكور ان ده الريسبتور الوحيد اللي بيبعت اكسيتاتوري امبلس، الباقيين كلهم دول واللي ما قلناهمش اللي هم مش مهمين النهارده بيبعتوا انهيبيتوري، انما البريفرال كيمو ريسبتور هو الوحيد اللي بيبعت اكسيتاتوري امبلس. تعالى بقى نعلق على الاحداث. اذا
اصبح الفازو موتور اريا في المظله اوبلنجاتا اهو الفازو موتور اريا لم تعد تتلقى انهيبيتوري لا من الارتيريال بارو ريسبتورز ولا من الاتريال افول ريسبتور انهيبيشن ال انهيبيتوري امبلس ال وعلى العكس اصبحت تتلقى اكسيتاتوري امبلس من البريفرال كيمو ريسبتورز وهو المطلوب يعني بالبلدي واحد ضغطه قليل فالانهيبيتوري امبلس قلت وبالعكس مش بس مفيش انهيبيشن من الارتيريال والاتريال اللي هما باللون الاحمر الارتيريال والاتريال قللوا الانهيبيشن قللوا بلاش نقول بطلوا تماما قللوا الانهيبيشن والبريفرال كيمو ريسبتور زودت الاكسيتاتوري امبلس خلاص يبقى خلصت يبقى الفازو موتور سنتر اللي يقدر يعلي الضغط لم يعد يتلقى انهيبيتوري امبلس لا من الارتيريال بارو ريسبتور ولا من الاتريال ريسبتور وعلى النقيض اصبح بيتلقى اكسيتاتوري امبلس فيشتغل يعلي الضغط وحفظناها بطريقه رائعه يا اولاد فاكرينها 2 في 2 ان الكارديوفاسكولار سيستم حاجتين فيسلز وهارت اسمه كارديوفاسكولار فهو بيعمل حاجتين على الفيسل وحاجتين على الهارت انتوا هتقولوهم عشان اعلي الضغط اعمل ايه على الفيسلز طالب قال لي نعمل فازو كونستريكشن فالفازو موتور ايه بتعمل فازو كونستريكشن وقلنا بذكاء حاد لاهم تو فيسل ممكن يعلوا الضغط الارتريولز اللي لما يحصل له كونستريكشن هيزيد التوتال بيفر ريزيستنس والفينز اللي لما يحصل لها كونستريكشن اللي هي الكاباسيتنس اور كومبلانس فيسلز لما تتلم هيزيد الفينس ستيرن راجع الهارت ومن ثم كاردياك اوتبوت واحنا قلنا يا اولاد المعادله التاريخيه الارتيريال بلاد بريشر ايكوالز قولوها بقى اوتبوت في ريزيستنس فعلى الارتريولز الفازو كونستريكشن زود ريزيستنس وعلى الفينز زود الفينس ستيرن ومن ثم كاردياك اوتبوت يبقى وصلنا اللي احنا عاوزينه للاوائل يا اولادي زودوا حاجه جميله قوي هنا مين التو فيسلز او مين التو اورجانز اسف اللي الارتريولز بتاعتهم لا تتاثر 100% طالب قال لي البرين والهارت لان احنا بنكونستريكت كل الارتريولز عشان نعلي الضغط عشان الدم يروح للبرين والهارت ما ينفعش يجي في الـ في الـ في البرين والهارت ونعمل لهم كونستريكشن يبقى لو علينا الضغط لكن مش هيروح لان حصل لهم كونستريكشن يبقى على رأي المثل كأنك يا ابو زيد ما غزيت انما مين اكتر فيسل بيحصل في الارتريولز بتاعتها كونستريكشن اتنين برضو الجلد لان لا حاجة تلنا به وعشان كده بيبقى كولت سائع وبيل وسويتي كلامي وطبعا الكيدني عشان احنا مش عاوزين نودي لها دم عشان مش عاوزينها تفقد ميه مش عاوزينها تفقد يورين عشان كده حصل يبقى البلاد فيسلز حصل لهم فازو كونستريكشن لمين ارتريولز فزادت الريزيستنس فينز فزاد الفينس ستيرن ومن ثم الكاردياك اوتبوت واحنا عارفين ارتيريال بلاد بريشر بيساوي الاوتبوت في ريزيستنس اوتبوت في ريزيستنس اما الهارت عمل له ايه بقى زود الكم والكيف عدد ضربات القلب الهارت ريت وقوه انقباض القلب وعليه الستروك فوليوم وطبعا لما تزود الهارت ريت والستروك فوليوم يبقى يزيد الكاردياك اوتبوت وبالتالي الارتيريال بلاد بريشر وقلناها بطريقه جميله يا اولاد الفازو موتور سنتر لما تشتغل بتعمل حاجتين كل ينقسم الى اثنين هي كارديو فاسكولار يبقى على الفيسل فازو كونستريكشن لحاجتين ارتريولز وفينز وهو المطلوب ارتريولز فيزيد الريزيستنس وفينز فيزيد الفينس ستيرن ومن ثم كاردياك اوت اما على الهارت بيزود حاجتين الهارت ريت والستروك فوليوم الهارت ريت والستروك فوليوم يعني زاد الكاردياك اوت ولا تنسى المعادله التاريخيه ذا ارتيريال بلاد بريشر از دايركتلي بروبورشن تو اوتبوت تايمز ريزيستنس فادام زاد الاوتبوت ريزيستنس يبقى زاد الارتيريال بلاد بريشر وهو المطلوب ومينتين الارتيريال بلاد بريشر لصالح البرين والهارت عشان الحياه تستمر يبقى اوعى تنسى يبقى النيورونال فيه 3 ريسبتورز في عجاله عشان نجمع الموضوع الارتيريال بارو ريسبتور والايتر ريسبتورز لم يعدا يبعثا بنفس كميه الانهيبيتوري امبلس انهيبيشن ال
وعلى العكس الريسبتور الثالث هو البريفرال كيمو ريسبتور اللي بيتاثر بنقص البريشر الاوكسجين في العصير البيض بيبعت اكسيتاتوري امبلس. يبقى التعليق على الانباء ان الفازوموتور اريا قلل الانهيبيشن وزاد الاكسيتيشن فتزود الضغط. ازاي؟ فزنا بطريقه جميله. فيسل وهارت اثنين كلهم ينقسم الى اثنين، فازو كونستريكشن لاهم تو فيسلز ارتريولز وفينز، والهارت تقول حاجتين، زودنا الكوانتيتي الهارت ريت والكواليتي اللي هي قوه الانقباض وبالتالي ستروك فول. وللاوائل يقولوا مين اهم تو فيسلز حصل لهم كونستريكشن؟ السكين والرينال، وعشان كده الجلد از كولد وبيل في حاله الجلد، والرينال قل الجلوميرال فلتريشن ريت وبالتالي قل حجم اليورين اللي هو اوليجوري. طب مين اللي ما تاثرش بالفازو كونستريكشن تاثر يذكر اللي هو من اجله بنزود الضغط عشان الدم يروح لهم، فما ينفعش نجيلهم ونكونستريكت الفيسل اللي رايحه لهم اللي هم البرين والهارت. طيب نيجي لل هيومورال فاكتورز يا ولاد. ايه حاجات بتجري في عروقنا ومن شأنها زياده الضغط؟ ده قلناها، دي كانت المحاضره الماضيه، المحاضره رقم 6 راجع. في ثلاث مواد بيجروا في عروقنا هيومورال، قلنا يعني في سائل، ده ما قلنا في العين اكيوس هيومر، اكوا يعني ميه، هيومر يعني سائل، سائل مائل. هيومر مش معناها دم زي ما كثير من الزملاء الاصغر سنا فاهمين ان كلمه هيومر يعني هيومورال يعني ريليتد تو بلاد، اتس ريليتد تو لسوائل الجسم، بلاد والانترستيشال فلويد سوائل الجسم. في ثلاث حاجات خدناهم في المحاضره الماضيه من شانهم انهم يعملوا فازو كونستريكشن وبالتالي يرفعوا الضغط، كاتيكولامينز انجيوتنسين 2 اند فازوبريسين، اهم الثلاثه. حقيقه الامر الاوائل هنكتشف وكنا قلناها في المحاضره قبل كده ان الاكثر اهميه هي الانجيوتنسين 2، انما ناخدهم واحد واحد. نعقب على الاثنين اللي مش مهمين. كاتيكولامينز ايه؟ ليه بتطلع؟ ايه الكوز؟ ايه اللي بيطلع كاتيكولامينز في حالات الشوك؟ ان في هايبوتنشن، وكنا قلنا في المحاضرة السابقة الهيبوتنشا من ضمن الحاجات اللي بتطلع الكاتيكولامينز. طب الرال ليميتد رال ان رايزنج ذا ارتيريال بلاد بريشر، طب للأوائل يكتبوها ازاي دي؟ يعني ليه الكاتيكولامينز ملهاش دور يذكر في رفع الارتيريال بلاد بريشر؟ نفكر بهدوء. الكاتيكولامينز معظمها هما ثلاث مركبات، ادرينالين ونور ادرينالين ودوبامين للأوائل. كاتيكولامينز مش ادرينالين ونور ادرينالين بس، ودوبامين. مين اكثر واحد فيهم؟ طالب قال لي الادرينال 80%. طب ايه رايك لسه قايل المحاضره اللي فاتت ان الادرينالين بيشتغل اكتر على البيتا ريسبتور منه على الالفا، ده 100%، وعشان كده والبيبي بيتا انهيبيتوري، فكان بيعمل فازو دايلتيشن. قلنا في حاجتين في السكيتال ماسلز اللي هي 40% من حجم الجسم، والليفر اكتر من شغله على الالفا اللي هو بيعمل كونستريكشن. وعشان كده قلنا ان النتيجه بتاعه الادرينالين ان التوتال بريفرال ريزيستنس اساسا بتقل، بينما النور ادرينالين اللي هو بيشتغل على الالفا بس وفي مقدوره انه يرفع الضغط، ده كميته 20%. فعشان كده بالعقل زياده الكاتيكولامينز الطالب ذكي لا يمكن تبقى هي السبب الاساسي في رفع الضغط ليميتد ان ارتيريال بلاد بريشر. والاجابه سهله، لأن معظمها أدرينالين نمرة واحد، شغله الأساسي على البيتا ريسبتور نمرة اثنين، اللي هي إنهيبيتوري نمرة ثلاثة يعني بتعمل فازو دالتش، وشغل أقل على الألفا، والنور أدرينالين اللي بيشتغل على الألفا اللي بتعمل كونستريكشن ده 20%، فالنتيجة على الأرتيريال بلاد بريشر مش مظبوطة. طب طالب سألني ما ليه ربنا، أنت بتقول وراء الخلق خالق، ليه ربنا بيطلع كاتيكولامينز في الشق؟ ما أنا قلتها يا أولاد ان الكاتيكولامينز بتستيميليت الريتيكو فورميشن في البرين، وبالتالي يبقى العيان عنده ريستلسنس وابريهنسيف، اكثر تنبها تو سيك ميديكال ادفايس، ليطلب المساعده عشان ما يدخلش في الايريفرسبل شوك او الشوك الغير مرتجع. يبقى الغرض الاساسي بتاع الكاتيكولامينز هو ان المريض يبقى اكثر تنبها وبالتالي اكثر طلبا والحاحا للمساعده. ناخد الثالث الفازوبريسين.
ايه اللي بيطلع الفازوبريسين؟ انه نقص السنترال فينس بريشر اللي هو الايترال بريشر بيخلي لسه قايلين الايترال ريسبتور بتبعت انهيبيتور امبلس اقل. فلما الانهيبيتور امبلس اللي رايح البرين تقل يطلع الاي دي اتش او الفازوبريسين، لان هو الايترال انهيبيتور امبلس كان بتقلل الاي دي اتش، لما العين ينزف هيقل السنترال فينس بريشر يبقى هيقل الايترال بريشر، يبقى الايترال ريسبتور هيبعت لس انهيبيتور امبلسز وبالتالي يطلع فازوبريسين اكتر. طب مره اخرى الفازوبريسين ده برغم انه بيعمل فازوكونستريكشن واخدينه ضمن المواد اللي بتعمل كونستريكشن ملوش دور كبير في رفع الضغط. ليه؟ للزملاء الاصغر سنا هقول لهم اللي ما يعرفوش، ايوه هو بيعمل فازوكونستريكشن تو اول فيسلز فبيرفع الضغط مفروض، بس من ناحيه اخرى دي معلومه جديده، بيقلل الكاردياك اوت تاثيره على الهارت بيقلل الكاردياك اوت، واحنا بنقول الارتيريال بلاد بريشر بروبورشنال تو ريزيستنس تايمز اوتبوت. طب هو زود ريزيستنس عمل فازوبريسين فازوكونستريكشن لكن بيقلل الكاردياك اوت، عشان كده فيري سلايت انكريس ان ارتيريال بلاد بريشر. امال طالع ليه اساسا؟ لغرض اخر، انه يمنع الكليه انها تفقد بول، كفايه الدم اللي فقدناه، يزود الرينال ووتر ري ابزوربشن فاكالتاتيف ووتر ري ابزوربشن من الديستال بارت اوف ذا نيفر، وعليه يزود الاكسترا سيلر فيوب متضمنا البلازما ليفل يعني البلاد ليفل البلاد فوليوم، اسف بلازما فوليوم يعني البلاد فوليوم. يبقى حقيقه الامر يا اولاد الاذكياء للناس اللي فاهمه وما اقلهم في عالمنا هذا مش رص معلومات، بيطلع ثلاثة هيمورال فاكتورز لكن اهمهم على الاطلاق هو انجيوتنسين 2 فاكرينها از نورماندي 2 كان اللي بيطلعه رينا الاسكيميا، وقلنا فاكرين تعالى نراجعها تاني is followed in two steps. رينا الاسكيميا تطلع رينا step one رينا يحول انجيوتنسينوجين اللي هو الفا 2 جلوبولين بروتين طالع من الليفر الى انجيوتنسين 1 اللي هو 10 امينو اسيد ديكا بيبتايد، وقلنا حكينا حتى قصه ديسمبر في الشهور الميلاديه، وقلنا انه كان اساسا الشهر العاشر وبعدين تم اضافه شهرين فبقى هو الشهر 12. ما علينا راجع المحاضره السابقه. يبقى ستيب 1 الرينال اسكيميا تطلع رينين يحول انجيوتنسينوجين اللي هو الفا 2 جلوبولين الى انجيوتنسين 1، وبعدين بالايس اللي هو الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم في الاندوثيليوم من ضمن الحاجات اللي موجوده في الاندوثيليوم خاصه في اللانكس يحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 اللي هو اوكتابيبتايد. يبقى تكتب التو ستيبس دول، يبقى ستيب 1 الرينم بسبب رينا اسكيميا يحول الانجيوتنسينوجين الى انجيوتنسين 1 دي ستيب 1. الاس في الاندوثيليوم سيلز بتاعت اللانكس اساسا يحول انجيوتنسين 1 الى انجيوتنسين 2، ولا تنسى ان انجيوتنسين 1 كان ديكا بيبتايد 10 امينو اسيدز، الانجيوتنسين 2 اللي هو موضوعنا اوكتا بيبتايد يعني 8 امينو اسيدز. تمام؟ ثم تقول انه الانجيوتنسين 2 الريسبتور الاساسي، وجايبه لكم سؤال النهارده، بيشتغل على الانجيوتنسين 1 ريسبتور، المين اكشن على الانجيوتنسين 1 ريسبتور، وبيرفع قلنا الضغط بطريقتين، تو مين اكشن، كل حاجه اثنين، كان عنده 2 ريسبتور 1 و2 بيشتغل اساسا على ال1 وبيرفع الضغط بطريقتين. لما قلناها بطريقه لطيفه يا اولاد الحاوي والمحتوى، انه عشان ترفع الضغط تقلل الحاوي اللي هو البلاد فيسلز وتزود المحتوى اللي هو البلاد. فكان بيعمل فازو كونستريكشن، ومره اخرى بذكاء اختاروا انتوا بقى مين اكتر تو فيسل اللي عملت لهم كونستريكشن الضغط يرتفع، ارتري ارتريولز كابيلريز فينز، اختار ارتريولز وفينز، ارتريولز زود الريزيستنس والفينز زود الفينس تيرو، من ثم الكاردياك اوتبوت والارتيريال بلاد بريشر ايكوالز اوتبوت تايم ريزيستنس. لما كونستريكت الارتريول زودت ريزيستنت، كونستريكت الفينز زود الفينس تيرو، من ثم الكاردياك اوتبوت. ذكاء وراء الخلق، قوه عاقله نسميها الله. ثم نيجي بعد كده يبقى صغر الحاوي فالضغط عمل فازو كونستريكشن ارتريولز والفينز، ثم زود المحتوى سولت اند ووتر ريتينشن. بنفسه الانجيوتنسين 2 بيشتغل على البروكسيمال هاف اوف ذا نيفرون، وعن طريق الالدوستيرون اللي بيطلعه
بيشتغل على الديستال هاف اوف ذا نفرون، بيعملوا سولت اند ووتر ريتينشن. ثم لو عندك وقت، لو عندك وقت لان السؤال هيبقى طويل قوي، لو تقدر تكتب الاذر اكشنز اكتبهم. انا اختار لك منهم اهم واحده، ان الانجيوتنسين 2 بيزود الثيرست. خلينا نشرب عن طريق السب فورنيكال اورجان خدناها، والبروستريما في البرين اللي هم الثيرست سنتر، بروستريما اند سب فورنيكال اورجان، مش مهم بقى الباقي. تكتب الكلام ده، الفورميشن تو ستيبس والمين تو اكشن على الفيسلز والحاويه المحتوى، الفيسل فازو كونستكشن ارتريولز وفينز، والمحتوى يزود سولت اند ووتر ريتينشن بروحه دايركتلي وعن طريق الالدوسترون. وراجع المحاضره السابقه، ولا تنسى عاوز تزود حاجه زود الثيرست، مش مهم تكتب سفورنيكال اورجان و اريا بروستريما، انما تكتب الاستيميت الثيرست سنتر. يبقى ده اللي هو يا اولاد اللي هو الهيومورال فاكتورز. يبقى دلوقتي احنا ازاي زودنا الضغط منتين الارتيريال بلاد بريشر؟ الرابيد كومبنساتوري ميكانيزم تاني في عجاله لا تنسى، ما عشقت مثل عشق النظام. الغرض الايم بتاعها قلنا للحفاظ على الارتيريال بلاد بريشر لصالح التو فايتال اورجانز هما الهارت والبرين، وعليه تبقى بروتكتيف. الميكانيزم ثلاثة نيرفس مع شقة مستعشق النظام، وثلاثة هيومورا. النيرفس تشرح أهم تاتا ريسيبتور أرتيريال بارو ريسيبتورز وإيترال أورجان ريسيبتورز الليرو إنهيبيشن والبريفرال كيمو ريسيبتور زاوي الإنهيبيشن، ثم تأثير هذا على الميدالري فازو موتور إيريا 2 في 2. انتهى النظام، بلاد فيسلز 2 والهارت 2، ثم الهيومورال 3 زي ما النيرفس 3 الهيومورال 3 كاتيكولامينز انجيوتنسين 2 فازوبريسين. تقول لي في كل مره ايه اللي طلع الماده دي والرول بتاعها؟ في اتنين بقى ليهم فيري ليميتد رول في الارتيريال بلاد بريشر، واحده بس هي اللي هتشرحها بالتفصيل اللي هو الانجيوتنسين 2. وباي ذا واي قلنا ما فيش غير في المحاضره السابقه غير الثلاث مواد دول، يعني كاني رجعت المحاضره اللي فاتت، هم اللي بيعملوا فازوكونستكشن. كاتيكولامينز تحفظهم صم مع حيط، انجيوتنسين 2 اند فازوبريسين بطريقتي، انجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 انجيوتنسين 2 ثم فازوبريسين وكاتيكولامينز. وقلنا حتى ان الراس اللي هو الرينين انجيوتنسين سيستم ده عنده سنترال رول، مش بس في الفيسيولوجي، في الباثولوجي اديك انت شايف اهو في الامراض، في الحفاظ على الارتيريال بلاد بريشر. نيجي بقى للاسهل اللي هو اللونج تيرم كومبنساتوري ميكانيزم. طموحات اليوم الثاني تختلف عن طموحات اليوم الاول. خلاص الحمد لله عشنا ما متناش، حافظنا على الضغط لصالح الهارت والبرين، ولم يتوفنا الله، الله ادانا مهله اخرى. فكر في ايه بعد كده؟ نفكر بقى اكثر طمعا في استعاده الدم اللي فقدناه. يبقى الايم بتاع اللونج تيرم كومبنساتوري ميكانيزمز ان احنا نريستور البلاد ويتش از لوست، وعليه يبقى الايم ريستوراتيف. الاولانيه كانت بروتكتيف، ما موتش، انما دي ريستوراتيف، استعيد واستعيد لفقط. طب نيجي الميكانيزم، بقولها بطريقه جميله خالص لو تابعت معايا. قبل ما ابتدي الميكانيزمز بنفكر مع بعض، ممكن تقول لي كده في بساطه هو ايه البلاد ده؟ انا اقول لك البلد عباره عن شويه ميه فيهم نمره 2 بلازما بروتينز، فيهم نمره 3 ار بي سيز. ادي اهم مكونات في البلد، ميه فيها بروتينز فيها ار بي سيز. يبقى عشان استعيد الدم مطلوب ان انا اعمل كوركشن للبلازما فوليوم اللي هو الميه، ثم كوركشن تصليح للبلازما بروتين نمره 2، ثم كوركشن لل ريد بلاد سيلز. حلوه سهله، يبقى تفكير لذيذ. يعني هريستور البلاد، بلاد عباره عن ايه؟ ميه في شويه بروتينز في شويه ار بي سيز، يبقى ثلاثه. حتى هساعدك بطريقه جميله، اسهل حاجه استعادتها هي الميه. يمكن تعويض الميه بالكامل بعد 12 ل 72 ساعه. تعالوا نقولها بطريقه ثانيه، نص لثلاث ايام، بينما البلازما بروتينز بعد 3 ل 4 ايام، بينما الـ RBCs
4 to 8 weeks. خدت بالك؟ يبقى الاعداد سهل حفظها، نص الثلاثه ورا بعض، 3 to 4 4 to 8. بس اوعى تعبط، الاورنين دايز، انما الار بي سيز ويكس. يعني الميه استعيدها بعد نص لثلاث ايام، والبلازما بروتينز 3 to 4 ايام، والار بي سيز 4 to 8 weeks. لما حكيت لكم القصه بتاعت قمه ايفرست والهيمالايا، وازاي ان هم ما بياخدوا 6 اسابيع عشان خاطر يطلعوا، برغم انه ممكن يطلعوها في ايام معدوده، عشان يكونوا كونوا ار بي سيز. تكوين ار بي سيز بياخد في المتوسط 6 اسابيع، من 4 to 8 weeks. اوعى تنسى. يبقى حفظتكم الاول ارقام بطريقه سهله، نص لثلاثه دايز ده نعوض الميه، 3 to 4 days ده نعوض بلازما بروتينز، 4 to 8 weeks نعوض ار بي سيز، نص لثلاثه 3 to 4 4 to 8. ناخد بالاسهل، هو ازاي هنعوض الار بي سيز؟ دي الاجابه كلمه واحده، اريثروبوتين هرمون. انه لما بيبقى فيه نقص في الدم بيبقى فيه هايبوكسيا، انيميك هايبوكسيا، بتستثير تكوين الهرمون اللي بيزود الار بي سيز اللي اسمه اريثروبوتين، يعني المخلق للاحمر. اريثرو يعني احمر، وبوتين يعني مخلق، مخلق لكره الدم الحمراء. حلو، يبقى الار بي سيز كلمه واحده. طب البلازما بروتينز كلمتين. البلازما بروتين المختزنه في الليفر اللي اوريدي فورمد، البري فورمد في الليفر، تنزل الدم، ثم بعد كده الليفر يصنع جديد، يعمل هيباتيك ثنسيس. عشان كده زياده البلازما بروتينز في الدم بتتم في مرحلتين، مرحله سريعه جدا وتعبانه، اللي هي البروتينات اللي كانت اوريدي متخزنه في الليفر، يعني يسموها حتى لابايل بروتينز، لابايل يعني متحركه، قاعده. الليفر مصنع ذكي لا يلقي بكل انتاجه في الدم، بيحتفظ بجزء من انتاجه اللي هو بلازما بروتين. عشان اذا حصل نقص البلازما بروتين يبقى اول حاجه تنزل البري فورم اللي هو مختزن، بيسموها لابايل بروتينز، وبعد كده يصنع جديد هيباتيك ثنس. مش كده؟ لو رسمنا الكيرف بتاع زياده البلازما بروتين هنلاقي الاول يزيد زياده صغيره وسريعه، ده مين؟ ده المختزن. ده مين؟ اللابايل المتحرك. ثم زياده بطيئه تبتدي بعد 3 to 4 ايام بكميه كبيره، ده اللي هو الثنسس. نيجي نستعيد الميه ازاي؟ اسهل حاجه في الحياه، لكن اصعبهم في فهمها، وبقولها برضو بطريقه جميله 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 خالص لو تابعت معايا. انت جاوب معايا، عشان نستعيد الميه نعمل ايه في الووتر جين ونعمل ايه في الووتر لوس؟ طالب قال لي نزود الووتر جين، نزود الجين ونقلل اللوس، كلهم بطريقتين. يعني هنا في 4 كلمات، يبقى هنا كان كلمه في الار بي سيز كلمه واحده اريثروبوتين، في الليفر كلمتين، المختزن لابايل ثم المصنع الجديد الثانسس، هنا 4. نقلل الجيم بطريقتين ونزود، للاسف نزود الجيم بطريقتين ونقلل اللوس بطريقتين. نزود الجيم ازاي؟ من الحياه، بالثرست. فاكر مش كنا قلنا انجيوتنسين 2، انجيوتنسين 2 بيشتغل على الثيرست سنتر اللي مش مهم تعرف اسمه، اريا بروستريما والسبفورنيكال اورجان، يخلينا نشرب ثيرست. او خدناها قبل كده تيشو فلويد شيفت وتاملت فيها. افرض جندي في حرب حصل اصابه ونزف، مفيش ميه يشرب، الله يداوي. التيشو فلويد كان حجمه 15% و5% بس بلازما، كان النسبة 3 لـ1. كان قلنا الاكسترا فلويد موزعة 15% تيشو فلويد من خلايا الجسم، خلايا الجسم، و5% من خلايا الدم بلازما. وقلنا ليه ربنا خلى التيشو فلويد ثلاث اضعاف حجم البلازما؟ عشان لو الواحد نزف ومفيش ميه يشرب، جندي في معركة، ينتقل جزء من التيشو فلويد للبلازما، فسميناها تيشو فلويد شيفت. وفوق البيعه مصادفة جميلة يا اولاد، الاثنين بحرف التي، ثيرست من بره والتيشو فلويد شيفت من جوه، ثيرست من بره بالانجيوتنسين 2 والتيشو فلويد شيفت من جوه. طب ازاي نقلل الووتر لوس؟ طريقتين. مين التو هرمونز اللي بيقللوا حجم البول؟ الانتي دايريتيك هرمون ده بيحتفظ بالميه فقط،
اما الالدوسترون افتح ودانك ده بيحتفظ اساسا بالملح ومن ثم الميه بالاسموزس. ده الفرق بينهم. لو ما سمعتنيش ودققت في اللي بقوله ممكن تطربك، ما انتش فاهم الفرق. الانتي دايوريتيك ده ميه فقط، فاكالتاتيف ووتر، ووتر ابزوربشن، يمتص ميه بس، ميه بس بدون ملح. انما الالدوسترون بيعمل سولت صوديوم كلورايد، ثم يتبعها بالاسموزس ميه. المهم في النهايه هما الاثنين جابوا ميه، الاي دي اتش جاب ميه فقط، الالدوسترون جاب ملح ومن ثم ميه، فيبقى عمل ووتر ابزوربشن، يبقى مش هنفقد الميه في البول، يبقى قلل الووتر لوس. ايه اللي بيطلع الاي دي اتش؟ لسه قايلينها، اللي هو الفازوبريسين اهي فوق، اللي هو الفازوبريسين. نقص السنترال فينوس بريشر هيقلل الديستشارج الانهيبيتوري امبلس اللي طالع من الاترا ريسبتورز. بينما مين اللي بيطلع الالدوسترون؟ كنا قلنا الالدوسترون كان بيطلع ويدنا سؤال بالانجيوتنسين 2، والهرمون اللي بيستثير الادرينال كورتكس حتى اسمه ادرينو كورتيكو تروفيك هرمون. ده الاجابه النموذجيه بتاعت هذا السؤال يا اولاد. يبقى تاني في عجاله اللونج تيرم ريجوليشن، اللي هي لونج تيرم اسف كومبنساتوري ميكانيزم، الايم تو ريستور ريستوراتيف، استعيد البلد اللي فقدته. طب والميكانيزمز؟ قلنا نفكر بطريقه لطيفه، ما البلد الا شويه ميه يبقى عاوز اكوركت البلازما فوليوم، فيها بروتين يبقى كوركت البلازما بروتين، شويه ار بي سيز يبقى كوركت الار بي سيز ماس. قلنا الارقام اسهل حاجه تكوركت هي الميه، نص لثلاث ايام، ثم البلازما 3 ل 4، ثم الار بي سيز 4 ل 8 ويكس ويكس ويكس. هناخدها بالاسهل، اصعب حاجه ولكن اسهل واحده في شرحها انك تستعيد الار بي سيز. ده كلمه واحده، كلمه واحده، اريثروبوتين هرمون، البلازما بروتين كلمتين، الستورد اللابايل بروتينز ينزلوا اللي هم البري فورم الالبوم، ثم نعمل نيو البوم. طبعا ليه بنقول البوم؟ ده اهم بلازما بروتين، هيباتيك سنس كلمتين. اما الووتر لذيذه او اربع كلمات بقى، حاجتين يقللوا الجين وحاجتين يزودوا الجين وحاجتين يقللوا اللوس. نزود الووتر جين من بره بالثرس، من بره بالثرس، من بره بالثرس، ومن جوه بالتيشو فلويد شيفت، تيشو فلويد شيفت، والاثنين بحرف التي، ثرس اند تيشو فلويد شيفت. وقلل اللوس، امنع الفقدان بتو هرمونز، الاثنين بحرف الايه؟ انتي دايريتيك هرمون اند الدوسترون، انتي دايريتيك هرمون اند الدوسترون. الانتي دايريتيك هرمون ميه بس، الالدوسترون ملح ومن ثم ميه. في سؤال للاوائل، لو عين نزف وات اباوت الهيماتوكريت فاليو او الباكسل فوليوم افتر هيمولج، بتحصل فيها ايه؟ فكر معانا بذكاء، مش عاوزه ذكاء، بعدم غباء. لو انا دلوقتي نزفت لتر دم، اللتر اللي نزفته ده فقدت اللتر ده بسوري ببلازمته بكرات الدم الحمراء اللي فيه، فيبقى ما زال الهيماتوكريت فاليو نورمال، لان فقدت لتر بمشتملاته، بميته، ببلازمته، بالار بي سيز اللي فيه. فالثلاثة لتر او الخمسة لتر اللي فاضلين، او الاربعة لتر اسف فاضلين، لو اعتبرنا البلاد فوليوم خمسة لتر، فقدت لتر بقى اربعة لتر قاعدين بمشتملاتهم، يبقى نورمال هيماتوكريت فاليو. بعد نص الثلاث ايام هعوض المية، مية بس، يبقى اتعوض حجم الدم بس ميه، يبقى عليه الار بي سيز هيحصل لها ايه؟ انا عوضت البلازما بس، الار بي سيز ما عوضتهاش، يبقى الار بي سيز هتتخفف، يبقى الهيماتوكريت فاليو او الباتسل فوليوم هتبقى لو. بعد كده بقى على مدى 4 ل 8 اسابيع هيحصل زياده في عدد الار بي سيز، لما يحصل كوركشن للار بي سيز يبتدي الهيماتوكريت فاليو يرجع للنورمال. يبقى لحظه ما تنزف، هقولها بطريقه سهله، ساعة ما نزفت وخدنا لك عينة في المستشفى نلاقي الهيماتوكريت فاليو زي الفل، لأنك فقدت لتر من الخمسة بمشتملاته، وباقي أربع لتر أرتال من الخمسة أو بكل حاجة فيهم زي الفل، بميتهم بالبلازما بروتين بالآر بي سيز، يبقى نورمال. لما حضرتك بعد نص لثلاث أيام تعوض مية فقط، مية فقط، حطيت لتر مية بس، يبقى خففت الآر بي سيز اللي في الأربعة لتر، فيبقى الهيماتوكريت فاليو يقل، لما تعوض الار بي سي يرجع يزيد تاني.
يبقى كان نورمال وبعدين لو وبعدين يزيد. I think it's clear. ناخد بقى اللوحة الأخيرة ونقفل بكده يا أولاد. وهي الـ outcome of shock state. يعني لما الواحد بينزف ايه اللي بيحصل؟ تعالى نتفرج مع بعض. The patient قصاده احتمال من ثلاثة اللي بيجي له نزيف. الاحتمال اللي بيحدث معظم الناس وهو الذي يتمناه جميع الناس انه ريكفر كومبليتلي، كلنا نزفنا والحمد لله قاعدين اهو بنسمع بعض. بسبب ايه؟ كومبنساتوري ميكانيزمز اللي حكينا عنها. وفي بعض الاونه نحتاج البروبر تريتمنت، في بعض العيانين ندي لهم دم. يبقى كومبليت ريكفري بسبب شيئين، الكومبنساتوري ميكانيزمز والبروبر تريتمنت. طيب في عيانين بيضاي رابيدلي، ده تاني احتمال، واحد طلقات رصاص نزف كميه كبيره وبسرعه ما لحقناش لا الكومبنساتوري ميكانيزم تشتغل ولا ننقله دم due to failure of compensatory mechanism and proper treatment directly، زي في مواقع الاحداث لما واحد يطلقوا عليه عده طلقات ناريه ينزل بسرعه جدا لا نتمكن من انقاذه. يبقى اما الاحتمال الاول ريكفر كومبليتلي وده كلنا عارفينه وكلنا ريكفر الحمد لله ونزفنا، او يضاي وكلنا عارفينه لان لا في compensatory mechanism ولا في proper treatment. الاحتمال الثالث اللي ما يعرفوش معظم الاطباء انه يباس انتو ريفراكتوري او ايريفرسابل شوك. وخدوا بالكم يا اولاد من دي مهمه جدا. في احتمال ثالث في الطب، عيان نزف كميه كبيره وبسرعه لم يعوض عنها بكميه كافيه وبسرعه، يبقى العيان وصلنا عايش البلاد فوليوم رجع زي النورمال ومش قادرين ننقذه، يسموها ريفراكتوري يعني عدم استجابه، او ايريفرسبل يعني غير مرتجع شوك. ذا كاردياك اوتبوت ريمينز لو، الكاردياك اوتبوت هيقعد لو ايفن حتى لو البلاد فوليوم از ريستور تو نورمال، لو تدي له اي كميه دم بقى العام مات. عشان كده بقول يا اولاد اتقوا الله. هقولها الجمله دي لاني اي ماي سيف ا بيشنت، يعني حاسس بانه مسؤوليه في عنقي. لما حضرتك تبقى امتياز او نائب في السكن ويقول لك في عيان تحت عنده مغص كلوي رينال كوليكس، عيان عنده برونكال اسما، عنده ربو شعبي، وتتلكع في الذهاب اليه مش مقبول بس مش هيتاثر هيتالم زياده شويه. انما ما يقول لك عيان بينزف تحت وحضرتك تتلكع انك بتفطر او بتلبس او وبسبب ذلك يموت العيان، ده خطا. لازم تعرف لما يقولوا لي تحت في عيان بينزف استغرق اقل وقت الوصول اليه. ليه؟ عشان اعوضه عن الدم اللي نزفه بكميه كافيه وبسرعه، والا هيدخل في ريفراكتوري او ايريفرسابل شوك غير مرتجع ايريفرسابل او غير مستجيب ريفراكتوري. في حاجه في الطب اسمها انك تنزل تلاقي العيان صاحي حي يرزق ولا يمكن انقاذه. الكاردياك اوتبوت ريمينز لو ايفن اذا حضرتك البلاد فوليوم از ريستور تو نورمال. تعال نشوف بقى الميكانيزم بتاعت الريفراكتوري شوك. حاجه من اهم المواضيع في الطب، المعلومه دي هي الاهم النهارده، بناخدها عشان دي عيان ينزف له الاولويه الاولى. وشفنا ربنا عملها ازاي، ان العيان ده بيبقى بسبب الكاتيكولامينز عامل ستيميليشن تيكا فورميشن بيبقى ريسلسنس وابريهنسيف متوتر ومنتبه، ساعدوني انقذوني، لو ما تفهموش افهموا. في الطب حاجه اسمها ريفراكتوري او ريفرسبل شوك، وي هاف ثري ميكانيزمز. واحد من اهم المواضيع في الطب، اول حاجه السبلانكليك ايجن، شوف الروعه بتاعت الجسم. لما الانسان ينزف الجسم يشط اوف، يغلق منطقه الاحشاء، يقول مش وقته دلوقتي نودي دم الاحشاء، هنحتفظ بشويه الدم اللي فاضلين للتو فايدال اورجانز اللي هم البرين والهارت لالا يحصل لهم اسكيميا وندخل في ريفرسبل شوك. فبيحصل الحكايه دي ازاي؟ بيحصل كونتراكشن سبازم في البري كابيلاري سفنكتر وفينيولر سبازم، يعني كل الكابيلاري بتاعت الاحشاء منطقه الاحشاء دلوقتي يشط اوف، قفلناها من بدايتها بري كابيلاري سفنكتر،
وفي نهايتها الفينيول حصل فيهم سبازم. طب طبعا هيحصل تيشو هايبوكسي، يبقى الجهاز الهضمي هنا مفيش دم مفيش اكسجين كافي يحصل له تيشو هايبوكسي. اه بنديك فرصه 3 لـ5 ساعات. حضرتك في 3 لـ5 ساعات لم تتنبه وترجع الدم للنورمال بحيث ترجع تاني الاحشاء تاخد نصيبها، هيحصل كارثه تيشو دامج. ان الاكسجين راديكلز بتاعه الجرانيولوسايتس اللي طالعه من كرات الدم البيضاء هتعمل ديستراكشن في الكابيلرز. الكابيلرز دي هتبقى منخل بعد شويه، منخل خلاص باظ، ما بتاخدش اكسجين بقالها اكتر من 5 ساعات. منطقه الكابيلرز على السبرانكلينج اريا بقت عباره عن منخل. والبكتيريا التوكسينز اللي في بكتيريا بقى يعني بترتع في في الخمس ساعات دول هتطلع فازو داليتو. حضرتك بقى ادي بعد كده ايه اللي هيحصل؟ بيحصل ان الكابيلري دي البري كابيلري سفينكتر بيفتح، يعني البدايه بتفتح لكن النهايه الفينيول يقعد قافل. يبقى اي كميه دم هتدخل لن تستقر في الكابيلري لانها قلنا في تيشو دامج، هتخرج خلاص اتقطعت الكابيلرز زي المنخل. حضرتك ادي لعند اي كميه دم انت تبغاها، رجع البلاد فوليوم ريستور تو نورمال، لن يستقر في السيركوليشن لان اصبحت السيركوليشن فيها حته عباره عن منخل وهي السبلانكينج اريا. تدي زي ما تدي دم الكاردياك اوت ما بيزيدش لان هذا الدم ما بيرجعش الهارت، ده ما بيتسرب من المنطقه اللي باظت في السبلانكينج اريا. يعني حاول الجسم يساعدك وانت لم تحاول مساعده العيان. الجسم ساعد المريض بانه قفل السبلانكينج سيركوليشن لمده 3 لـ5 ساعات عشان يودي من الجهتين البري كابيلر سفنكتر فينيول عشان يودي الدم للمور فايتال اورجانز البرين والهارت. حضرتك تلكأت في النزول لهذا المريض فحصل ايه بقى؟ تيشو دامج بسبب الاكسجين راديكلز اللي طالعه من كرات الدم البيضاء وفازو دايلتيشن بسبب البكتيريا التوكسينز. فتح البدايه البري كابيلر سفنكتر وما زال فينيول قافل، اي كميه دم هتدخل في السبلانكينج سيركوليشن مش هتقعد، اي كميه دم هتديها مش هتقعد. طيب خد بقى اللي بعدها. ليه دلوقتي هنفهم هو ليه في الرابيد كومبنساتوري ميكانيزم كان الجسم بيسعى الى الحفاظ على الضغط لصالح الهارت والبرين خلاص اللي هم الفايتال اورجانز، لانه لو مفيش دم كافي للهارت والبرين بيحصل ديدلي يعني مميت بوزيتيف فيدباك ميكانيزمز 2D بحياة المريض. تعال نشوفهم في بساطة شديدة. العيان بسبب انه لم يعوض عن الدم بكمية كافية وبسرعة حصل له سيفير سيريبرال اسكيميا، نقص الدم اللي رايح للمخ خلاص. شوفها نقص الارتيريال بلاد بريشر ادى الى سيفير سيريبرال اسكيميا. طب لما البرين ما راحلوش دم كافي بسبب نقص الضغط، الكارديوفاسكولار سنترز الفازوموتور سنترز اللي قلنا عليها المفروض تظبط الضغط مش لاقي دم الروح عشان تشتغل هي، فحصل لها فيلير اوف كارديوفاسكولار سنترز وعليه ما بتشتغلش، فيحصل ديكريز ذا هارت ريت وفازو دايلتيشن. هي لو كانت شغاله كانت عملت العكس، كانت عملت فازو كونستريكشن وزودت الهارت ريت والستروك فول، بس هي مش لاقي دم الروح. حضرتك ما عوضتش العيان بكميه كافيه وبسرعه فحصل فيلير للسنترز، فحصل فازو دايلتيشن دروب في الهارت ريت، فيحصل مور دروب في الارتيريال بلاد بريشر، وبالتالي بوست فيدباك مور سيريبرال اسكيميا، وندخل في دائره مغلقه فيشس سيركل ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. ناخد الناحيه الثانيه الهارت شرحه. لو حضرتك ما عوضتش العيان بكميه كافيه وبسرعه هيقل الارتيريال بلاد بريشر، يبقى الهارت هيحصل له كارديك اسكيميا، عضله القلب مش لاقيه الروح دم عشان تنقبض بقوه، ما الانقباض ده عاوز طاقه، هي ما فيش دم جاي لها ما فيش طاقه جايه لها بسبب الانهيار في الارتيريال بلاد بريشر عشان تنقبض الانقباض المرجو، يبقى نقص الارتيريال بلاد بريشر عمل كارديك اسكيميا، نقص الدم اللي رايح لعضله القلب فقلل الكارديك كونتراكتيليتي وعليه قل الكاردياك اوتبوت، وعليه حصل مور دروب في الارتيريال بلاد بريشر. مور دروب في الارتيريال بلاد بريشر يبقى مور كاردياك اسكيميا، يبقى دخلنا في فيشس سيركل
بوزيتيف فيدباك ديدلي مور كاردياك اسكيميا مور دروب في الكاردياك كونتراكتيلتي مور دروب في الكاردياك اوتبوت مور دروب في الارتيريال بلاد بريشر دائره مغلقه تودي بحاله العيان. الجسم ربنا الخالق عمل الكومبنساتوري الرابيد كومبنساتوري ميكانيزم عشان يمنع التو ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم عشان نحافظ على الارتيريال بلاد بريشر لصالح الهارت والبرين. لان لو 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 البرين حصل له سيفير اسكيميا السنتر هتتشال فيحصل مور دروب في الارتيريال بلاد بريشر الهارت تي ال والفازولنتيشن مور سيريبرال اسكيميا دائره مغلقه ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. والهارت نقص الارتيريال بلاد بريشر يعمل كاردياك اسكيميا هيضعف انقباض القلب فيحصل مور دروب في الكاردياك اوتبوت مور دروب في الارتيريال بلاد بريشر مور كاردياك اسكيميا دائره مغلقه فيشا سيركل ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم. ربنا ساعد حضرتك ما ساعدتش لم تسعى لعلاج المريض. فبقولها يا اولاد بقولها وانا حاسس يعني بحس امانه في عنقي تلكأ في النزول في الامرجنسي تلكأ في الطوارئ في مساعده اي مريض ما عدا مريض النزيف لانه يوجد في الطب احتمال ثالث غير انه يخف وغير انه يموت اسمه ريفراكتوري يعني لا يستجيب او ايريفيرسبل يعني غير مرتجع شوك. في العام ما زال على قيد الحياه لكن هيموت ليه؟ لانه نزف كميه كبيره وبسرعه لم يعوض عنها بكميه كافيه وبسرعه. فالسبلانكينك ريجون ساعدتك لثلاث لخمس ساعات ثم تحولت الى منخل فتحت البدايه وقفلت النهايه بسبب التيشو دامج والفازو دالتيشن ودخلت في تو ديدلي بوزيتيف فيدباك ميكانيزم خاصه بالتو فايتال اورجان سيفير سيريبرال برين اسكيميا اند سيفير كاردياك اسكيميا. نيجي للتريتمنت اوف شوك. اخر حاجه يا اولاد في التريتمنت اوف شوك نمره واحد لازم ريموفال اوف ذا كوز دي نمره واحد. لو قلت اي حاجه تانية هتاخد صفر. عند خلك بينزف نمره واحد توقف نزيف مش هدي دم لعيان وما انا ما وقفتش سبب النزيف. يعني انت زي ما بقول دخلت على حته لقيت الدنيا غرقانه لا تنزح الماء قبل ان تغلق الصنبور اقفل الحنفيه الاول وبعدين انزح المايه. انها تنزح وفي مايه جديده تدي دم والعيان عمال ينزف ايه قيمتها؟ لو قلت دي مش نمره واحد ما حدش هيسمعك في الباقي لا ينتظرك غير بيك زيرو. يبقى في الشوك نمبر 1 ريموف ذا كوز اللي هو مثلا في حاله الهيموراجيك شوك ستوبج وبليدنج ده اول حاجه نوقف النزيف قبل ما نعمل اي حاجه. 2 البرين والهارت حضرتك في النص العلوي من جسمك ولا في النص السفلي؟ في النص العلوي. يبقى تحط العيان في السوباين بوزيشن خلاص with the feet raised ليه؟ عشان تحاول فينا ستير العيان ادي راسه اهي تنايم العيان كده فالفينا ستير يتدفق الدم من ناحيه القلب والبرين اللي هم التو فايتال اورجنز. بنستغل الفيزيكس الجرافيتي خلي البرين والهارت الموست ديبندنت اوطى حته فيروح لهم الدم حطه في السوباين وكمان رجليه مرفوعه مش عن واقف ولا قاعد تبقى غباوه هتطلع ده ازاي الدم. طيب 3 ريستور البلاد فوليوم. احسن حاجه في الهيموراجيك شوك ندي بلاد ترانسفيوجن مفيش بلاد ندي بلازما ترانسفيوجن سبيشال لو كان فقط بلازما بس زي في البيرس او بلازما اكسباندرز يعني حاجه تشفط ميه فتزود حجم البلازما اللي هي زي الديكسترين في حالات البيرنز لسه قايلينها او ما فيش بلازما ندي كونسنتريتد هيومن البوم. احنا عارفين هيومن البوم ده هو ده اللي مسؤول عن الافكتيف او الكولويدال او الانكوتيك اوزموتيك بريشر فلما تدي له البومين في البلاد هيبقوا جوه هيسحبوا الميه من التيشو فلويد هم فيزودوا حجم البلازما حجم الدم. بس ايه الديس ادفانتج؟ ان التيشو بقى هيحصل لها دي هيدريشن انك خدت الميه من التيشو فلويد بس التيشو اصبحت في حال دي هيدريشن بس تكوركت الوضع ككل. نمرة 4 تدي الدراجز
فازو بريسور يعني حاجات تعمل فازو كونستريكشن تعلي الضغط. بس عيب الفازو بريسور الحاجات اللي بتعمل فازو كونستريكشن انها بتقلل بلاد فلو للتيشوز. يعني عندما تعمل فيسل يبقى كونستريكتد اه الضغط عالي بس الدم اللي رايح الانسجه عالي. فعليه لازم دي خطوات في سبيل استعاده حجم الدم. يعني اعملها اه بس بسرعه ترجع حجم الدم. نيجي لكارديوجينيك شوك اللي هو مميت قلنا يا اولاد. ده في عقار في العشر وعشرين مية اللي ممكن يخفوا اللي ممكن يخفوا هيخفوا فقط بالدوبامين اللي هو بيقوي انقباض القلب. البوست جراديو تسمعوني كويس. الزملاء يسمعوني كويس. لا يمكن انقاذ عيان عنده كارديوجينيك شوك بدون دوبامين واورتك بالون. خلاص؟ ده فايت. ده اذا كان هينقذ. احنا قلنا 70 ل 90% هيموتوا. انما ندي دوبامين. كارديوجينيك شوك وفي حالة التروماتيك شوك برضو بندي. طيب لو العيان عنده انافيلاكتيك شوك سيفير الرجي مش عاوز غباوة ما نديش كورتيزول ونقول الكورتيزول ده انتي الرجي. كورتيزول فيري سلو بيشتغل بعد اورز. ندي ادرينالين او ابينفرين. وحقيقة قصة مرارا وتكرارا حصل لي مرة انافيلاكتيك يعني شوك بالشوك اكشولي كانت يعني انجينيتيك اديما حاجة مميتة برضو. فزميل فاضل اداني كورتيزول وانا مش واخد بالي بيديني ايه. بيديني كورتيزول بيشتغل بعد اورز. ربنا اللي سطر. نفس الحاله حصلت لي في امريكا. الولد الامتياز لما اول ما دخلت اداني ابينفرين ادرينالين شوت بيشتغل ودين مينتس. اه في دوايين بينفعوا في الالرجي في الطب الكورتيزول والابينفرين او الادرينالين. كورتيزول يشتغل بعد اورز 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 سلو سلو. الابينفرين او النوع الادرينالين بيشتغل بعد مينتس مينتس مينتس. انا بقول الكلام ده لان في امانه في عنقي. عيان عنده انافيلاكتيك شوك عنده انجينيتيك اوديما مش موضوعنا دلوقتي زي حالاتي سيفير تديله حاجه سريعه. ابينفرين شوت از لايف سيفنج او ربنا ينقذه كما حدث مع العبد الله. جلوكورتيكويز دي بتقلل الكابيلر بيرميابيلتي انما ما ندهاش في الانافيلاكتيك شوك. جلوكورتيكويز هي كورتيزول تقلل الكابيلر بيرميابيلتي. ده التريتمنت اوف شوك. مش هعيد الصفحه دي تاني. حضرتك لو عايز تسمعها تسمعها مره اخرى. وفي النهايه بشكركم على وقتكم وسعدت بلقائكم واتمنى اكون افدتكم. ومرة أخرى أولاد instead of أنك تكتب لي لايك بليز تذكر أن هذه المحاضرات هي لصالح ولمساندة الأطفال من مرضى السرطان. فكلم المكالمة اللي هي لن تكلفك غير قدر ضئيل جدا من المال لا يكفي لأي شيء بليف لأي شيء لكن قطرة مع قطرة مع قطرة المحيط البحار يعني عدادها من قطرات هتساعد. مش ضروري 57 357 لأي مركز مراكز السرطان معنية بعلاج الأطفال مرضى بالسرطان أو لأي عمل خير يعملوه. زي ما قلت يوجد أناس كثيرون ساعدوني وأنا بحاول أساعدكم وأنتوا تساعدوا الآخرين فتكتمل الدائرة. أشكركم على مساندتكم لهؤلاء الأطفال مسبقا. شكرا وألقاكم على خير بإذن الله.